تمت روايات مدلل مهان للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي، الجزء 13. جاء الغسق وتلاه المساء منذ زمن، ولم أتذكر الحاضر إلا حين صحوت من هذا الحلم الثقيل القاتم. قلت لنيلي: نيلي، أنت الآن مريضة مهدودة القوى، ومع ذلك لابد لي من أن أتركك وحيدة مضطربة دامعة. عفوك يا بنيتي، واعلمي أن هناك إنسانا آخر نحبه، فهو شقي مهان مهجور. إنها تنتظرني، وقد بلغت من الاضطراب بعد القصة التي رويتها لي أنني لا أحتمل ألا أذهب إليها لأراها فورا في هذه اللحظة نفسها. لا أدري هل فهمتني اللي ما قلته لها. لقد كنت مضطربا أشد الاضطراب بسبب القصة التي روتها لي وبسبب النوبة التي أصابتني، ولكنني هرعت إلى ناتاشا، فوصلت إليها متأخرا في نحو الساعة 9. وفي الشارع بالقرب من باب العمارة التي تسكن فيها ناتاشا لمحت عربة خيل إلي أنها عربة الأمير، فما إن صعدت الدرجات الأولى من السلم حتى سمعت وقع خطوات فوقي. هي خطوات رجل يصعد السلم تلمسا في حذر، لأنه لم يألف هذا المكان، فتخيلت أن هذا الرجل لابد أن يكون هو الأمير، ولكنني ما لبثت أن اعتقدت أنني على خطأ، فإن هذا الرجل المجهول كان وهو يتسلق السلم يهمهم متذمرا ويسب ويلعن في إقذاع ما ينفك يشتد كلما صعد درجة أخرى. صحيح أن السلم كان ضيقا قذرا وعرا ولم يضأ بنور يوما، ولكنني لم أستطع أبدا أن أتصور هذه الشتائم الصادرة عن الأمير. كان الرجل يجدف بكلام بذيء ككلام حوذي، وكان في الدور الثالث شيء من النور، هو نور مصباح يضيء أمام باب ناتاشا. وأمام باب ناتاشا إنما أدركت الرجل المجهول، فما أشد ما شديت حين رأيت أنه الأمير عينه. كان واضحا أنه قد ساءه كثيرا أن يلقاني هذا اللقاء الذي لم يكن في الحسبان. إنه لم يعرفني في اللحظات الأولى، ولكن وجهه ما لبث أن تبدل فجأة، فإذا بنظرته التي كانت تفيض بالكره والخبث تصبح نظرة محببة مرحة دفعة واحدة، وإذا هو يمد إلي يده في كثير من الفرح: ها هذا أنت. لقد كدت أركع على ركبتي وأبتهل إلى الله أن ينقذني. هل سمعتني أسب وألعن؟ قال ذلك وانفجر ضاحكا في دمادة ورقة، ولكن وجهه ما لبث أن اكتسى طبع الجد والغضب، وقال وهو يهز رأسه: كيف يجيز أليوتشا لنفسه أن يسكن ناتاليا نيكولايفنا في بيت كهذا البيت؟ إن الأمور الصغيرة هي التي تميز المرء كما يقول المثال. إنني أخشى عليه، إنه طيب كريم القلب، ولكن انظر، إنه يحب حبا جامحا ثم يسكن في ذلك الكوخ، بل لقد بلغني أنهما في بعض الأحيان يعوزهما الخبز. قال ذلك بصوت هامس وهو يلتمس الباب بحثا عن الجرس. إن رأسي لا يدور حين أفكر في مستقبله، وخاصة في مستقبل آنا نيكولايفنا حين تصبح زوجة. أخطأ الأمير في اسم ناتاشا دون أن يفطن إلى ذلك، وكان لا يزال يتلمس الباب باحثا عن الجرس معكر المزاج، ولكن لم يكن ثمة جرس. فحركت قبضة الباب، فتحت لنا مافرا فورا واستقبلتنا وقد لاح عليها الانشغال. ورأيت من خلال باب المطبخ الذي يفصله عن المدخل الضيق حاجز من خشب، رأيت أن ثمة إعدادا وتحضيرا، فكل شيء قد نظف ومسح أكثر مما ينظف ويمسح عادة، والمدفأة مشتعلة وعلى المائدة أطباق جديدة. كان واضحا أنهم في انتظارنا، وأسرعت مافرا فخلعت معطفينا. سألت مافرا: هل أليوتشا هنا؟ فأجابتني مدمدمة وقد بدا على وجهها معنى غريب: لم يجئ بعد. ودخلنا على ناتاشا فلم نرى في غرفتها استعدادات خاصة، بل كان كل شيء هناك على عهدي به. ثم إن غرفتها نظيفة دائما، أنيقة دائما، فما تحتاج إلى مزيد من الترتيب. وفوجئت بما يلوح على ناتاشا من هزال هو هزال المرض، ما
من شحوب في وجهها شديد، رغم أن الحمرة كانت تصعد في بعض اللحظات إلى خديها. الذوبانين كانت عيناها محمومتين، ومدت يدها بسرعة إلى الأمير دون أن تنبس بكلمة. كان واضحا أنها مضطربة شاردة اللب، حتى إنها لم تلقي علي نظرة. فظللت واقفا وانتظرت في صمت. قال الأمير بلهجة فيها فرح تشيع فيها روح الصداقة: ها أنا ذا أخيرا، إنني لم أعد إلا منذ ساعات، وما غبت عن بالي لحظة خلال هذا الوقت كله. قال ذلك وقبل يدها في رقة ولطف وأردف: ما أكثر ما فكرت فيك، ثم أعدت التفكير في ذهني وجاءتني أمور كثيرة يجب أن أقولها لك، ولكننا سنتحدث على مهل. وقبل كل شيء، أين ذلك الطائش الذي لم يصل بعد؟ فيما أرى ذلك. فقطعته ناتاشا قائلة وهي تحمر وتضطرب: هل تسمح أيها الأمير؟ يجب أن أقول كلمتين لإيفان بيتروفيتش. تعال يا فانيا. وأمسكت بيدي وقادتني إلى ما وراء الحاجز، فقالت لي هامسة بعد أن جرتني إلى أبعد ركن مظلم: فانيا، هل غفوت لي؟ هل غفرت لي عفوا؟ هل سكتت يا ناتاشا؟ ماذا دهاكي؟ لا لا يا فانيا، لقد غفرت لي قبل الآن الكثير من الأمور، وأن للصبر حدود. أعرف أنك ستظل تحبني، ولكن ستعدني عاقة، فلقد كنت أمس وأول أمس قاسية أنانية عاقة. وتفجرت دموعها فجأة وأسندت رأسها إلى كتفي، فأسرعت أقول لها: كفى يا ناتاشا، لقد كنت مريضا جدا طوال الليل، وما زلت إلى الآن مهدود القوى، لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمي، لذلك لم آتي إليك لا أمس مساء ولا اليوم، فلا تظني أنني تخلفت عن المجيء غضبا. هل تحسبين يا صديقتي أنني أجهل ما نعانيه في هذه الأيام؟ فقالت وهي تبتسم من خلال الدموع وتشد يدي شدا موجعا: طيب طيب، إذن فقد غفرت لي، هذا يكفيني الآن، وما عداه يجيء حينه. ثمه أشياء كثيرة يجب أن أفضي بها إليك يا فانيا، أما الآن فلنعود إليه. هل أمي يا ناتاشا؟ فلقد تركناه فجأة في غير رفق. فدمدمت تقول بسرعة: سوف ترى ما سيحدث، إنني أعرف الآن كل شيء، لقد أدركت كل شيء، إن الذنب كله ذنبه هو، ستقرر هذه السهرة كثيرا من الأمور، هيا بنا. لم أفهم معنى ما قالته ناتاشا، ولكن المجال لا يتسع لطرح الأسئلة. وتقدمت ناتاشا نحو الأمير ثابتة الخطى رصينة الوجه، وكان ما يزال واقفا ممسكا قبعته بيده. فاعتذرت له اعتذارا مرحا وتناولت منه قبعته وقدمت له كرسيا، وجلسنا نحن الثلاثة حول المائدة الصغيرة. قال الأمير: بدأت بالكلام عن ابن الطائش، إنني لم أره إلا دقيقة واحدة، حتى لقد كان لقاؤنا في الشارع وهو في طريقه إلى الكونتيستا زينايد فيدوروفنا، كان يستعجل الخطى، وتصوري أنه أبى أن يركب معي رغم أنني لم أره منذ 4 أيام، والذنب ذنبي في أنه ليس الآن بيننا وفي أننا وصلنا قبله، ذلك أنني انتهزت الفرصة فحملته رسالة إلى الأميرة لأنني لا أستطيع أن أذهب إليها اليوم بنفسي، ولكنه سيصل بعد لحظة. فسألته ناتاشا وهي تنظر إليه نظرة ساذجة: لا شك أنه وعدك بالمجيء هذا المساء. فهتف الأمير وهو يتفرس فيها مندهشا: كيف تسألين هذا السؤال؟ هل يمكن أن لا يأتي؟ على أنني أفهم الأمر فأنت غاضبة منه حانقة عليه، لا شك أن وصوله آخر الواصلين شيء معيب، ولكنني أكرر ما قلته منذ لحظة، وهو أن الذنب في ذلك ذنبي فلا تلوميه. صحيح أنه ضعيف طائش لست أدافع عنه، إلا أن ثمة ظروف خاصة توجب ألا يهمل في هذه اللحظة. إن منزل الكونتيستا ومنازل بعض الأصدقاء الآخرين يتحتم عليه أن يزورها وأن يكثر في زيارتها، وأغلب الظن أنه أصبح لا يخرج من عندك في هذه الأيام حتى نسي كل شيء في العالم، فلا تؤاخذيني إذا أنا سلبتك إياه من حين إلى حين.
بضع ساعات في أكثر تقدير ليقضي لي بعض أعمالي. أعتقد أنه لم يذهب إلى الأميرة منذ ذلك المساء، ويؤسفني أنني لم أسأله عن هذا الأمر حين لقيته منذ قليل. ألقيت نظرة على ناتاشا فرأيتها تصغي إلى كلام الأمير، وقد علت شفتيها ابتسامة خفية تشبه أن تكون ابتسامة السخرية، ولكن الأمير كان يسوق كلامه صريحا لا كلفة فيه، حتى لا يستحيل على المرء أن يشك في صدق ما يقول. سألته ناتاشا بصوت ناعم وهادئ كأنها تتحدث عن أمر عادي: هل تجهل حقا أنه لم يزرني مرة واحدة خلال هذه الأيام كلها؟ ماذا؟ لم يزرك مرة واحدة؟ ماذا تقولين؟ قال الأمير ذلك وقد بدت عليه أشد آيات الدهشة: لقد جئت إلي يوم الثلاثاء في ساعة متأخرة من السهرة، وفي الصباح أتاني فمكث نصف ساعة ثم لم أره بعد ذلك أبدا. هذا كلام لا يكاد يصدق. قال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة، ثم أردف: كنت أظن أنه لا يتركك أبدا، عفوك ومغفرتك، إن هذا لأمر عجيب لا يصدقه العقل. هو مع ذلك صحيح، شيء مؤسف. كنت أنتظر مجيئك حتى أعرف منك أين هو. آهن يا رب، ولكنه سيصل بعد لحظة. إنما ذكرته للآن قد صفعني صفعة أليمة. أعترف لك أنني كنت أتوقع منه كل شيء إلا هذا. هل أدهشك كلامي كل هذه الدهشة؟ كنت أظن أنه لن يفاجئك، بل كنت أظن أنك تعرف أن الأمور ستجري هذا المجرى. أعرف، أؤكد لك يا ناتاليا نيكولايفنا، أنني لم أره إلا لحظة واحدة هذا اليوم، وأنني لم أسأل عنه أحدا، وإنني لا أستغرب كيف يبدو عليك أنك تشكين في صدق ما أقول. قال ذلك وهو يلفنا كلينا بنظره. قالت ناتاشا: معاذ الله، إنني مقتنعة كل الاقتناع بأنك تقول الحقيقة. قالت ذلك وانفجرت ضحكة أمام أنفه، فقد طب ما بين حاجبيه تقطيبا خفيفا، ثم قال مرتبكا: اشرحي ما في نفسك. ليس هناك ما أشرحه، إنني أتكلم وكفى، وأنت تعرف أنه طائش وطائش نساء، والآن وقد ملك حريته كاملة، أرخى لنفسه العنان. كيف يرخي لنفسه العنان؟ لا شك أن وراء هذا الأمر ما وراءه، وسأجبره على أن يعلل سلوكه متى جاء بعد قليل. والشيء الذي يدهشني إلى أبعد حدود الدهشة أنك تكادين تحملينني تبعات هذا السلوك مع أنني كنت غائبا. ثم إنني أرى يا ناتاليا نيكولايفنا أنك حانقة عليه جدا، وهذا أمر أفهمه، فإن لك أن تحنقي عليه، وطبعا أنا المذنب الأول لأنني وصلت قبله، أليس كذلك؟ قال الأمير عبارته الأخيرة وهو يلتفت إلي ويبتسم ابتسامة تثير الحنق، فاحمرت ناتاشا احمرارا شديدا، وأردف الأمير يقول في وقار: اسمحي لي يا ناتاليا نيكولايفنا، أنا أسلم بأنني أذنبت، ولكن ذنبي الوحيد هو أنني سافرت بعد أن تعرفنا بيوم واحد، فإذا أنت... ثم صمت لحظة وأكمل: تغيرين رأيك فيا، وخاصة أن الظروف ساعدت على ذلك، فلولا أنني سافرت لاستطعت أن تعرفينني معرفة أكمل، ولولا أن أليوتشا أفلت من رقابتي أثناء غيابي لما فعل ما فعل. ستسمعين بأذنيك ما سأقوله له، أي أنك ستعملين ما يجب عمله من أجل أن يشعر بأنني ثقيلة عليه. من المستحيل، وأنت تملك ما تملك من ذكاء، أن تفكر حقا في مساعدتي بهذه الطريقة. هل تعنين أنني أريد أن أشعره بأنك عبء عليه؟ إنك لتهينينني يا ناتاشا نيكولايفنا. إنني أحاول أن أتحاشى التلميح كائنا من كان محدثي، وأثير عليه التصريح، وستقتنع من تلقاء نفسك بذلك. ربما هذا اليوم لا أريد أن أهينك، وما من سبب يدعوني إلى أن أرغب في ذلك. ثم إنك تشعر من كلامي بإهانة، مهما يكون هذا الكلام أنا مقتنعة بذلك كل الاقتناع، لأنني أفهم علاقاتنا المتبادلة كل الفهم.
إنك لا تستطيع أن تتحمل كلامي على محمل الجد، أليس كذلك؟ ولكن إن كنت قد حسيت بأي أذى فأنا على أتم الاستعداد للاعتذار إليك حتى أقوم نحوك بكل واجبات الضيافة. لم أرى ناتاشا في حياتي كلها تبلغ هذا المبلغ من الغضب، رغم لهجتها اللينة التي تشبه أن تكون لهجة المزاح، ورغم الابتسامة التي كانت ترتسم على شفتيها. عندئذ تصورت الآلام التي تجمعت في قلبها خلال هذه الأيام الثلاثة، وأخافتني تلك الكلمات الأحجيات التي قالتها لي منذ لحظة، وهي أنها عرفت كل شيء وأدركت كل شيء. كانت هذه الكلمات إذن تتناول الأمير، لقد غيرت رأيها فيه وأصبحت تعده عدوها، هذا واضح. إنها تعزو إلى تأثير الأمير في ابنه كل ضروب الإخفاق التي عانتها مع أليوتشا، ولعلها تعرف أمورا تحملها على ذلك. وخشيت أن يقوم بينهما شجار على حين فجأة. إن لهجة السخرية التي تلتزمها في حديثها واضحة لا تخفى، وكلامها الأخير على أن الأمير لا يمكن أن ينظر إلى علاقتهما نظرة الجد، وجملتها عن الاعتذار إليه بحكم واجبات الضيافة، والوعد الذي قطعته على نفسها في صورة وعيد بأنها ستبرهن له في هذه الليلة نفسها على أنها تتحدث بلا مواربة، كل هذا كان قارصا صريحا لا يمكن إلا أن يفهمه الأمير. وقد تغير وجه الأمير، ولكنه كان يعرف كيف يسيطر على نفسه، فسرعان ما تظاهر بأنه لم يلاحظ هذه الكلمات الأخيرة وبأنه لم يفهم معناها، وتخلص من الموقف بمزاح، فقال وهو يضحك: معاذ الله أن أسألك الاعتذار، إنني أقل الناس رغبة في أن يعتذر إلي، وليس من مبادئي أن أطلب الاعتذار من امرأة، وقد نبهتك إلى طبعي منذ لقائنا الأول، لذلك أظن أنك لن تغضبي إذ أنا أبديت هذه الملاحظة، خاصة وأنها تتصل بجميع النساء، ولعلك ستسلم لي بصدق هذه الملاحظة. قال ذلك متجها إلي: لقد لاحظت في طبع النساء صفة عامة تميزهن، هي أن المرأة حين تخطئ تؤثر أن تمحو خطأها بالمداراة والتدليل فيما بعد، على أن تعترف حالا وأن تعتذر عنه، رغم أنها تكون مقتنعة كل الاقتناع بأنها أخطأت. لذلك إذا سلمنا بأنك أهنتني الآن، فأنا أرفض أن تعتذري إلي، وأؤثر أن أنتفع بهذا فيما بعد. حين تدركين خطأك من تلقاء نفسك، فتحاولين أن تزيلي هذا الخطأ وأن تكفري عنه بالمضارة والتدليل، ثم إنك من نبل النفس وطهارة القلب ونضارة الروح وانطلاق السجية، بحيث إن الدقيقة التي ستندمين فيها على خطأك ستكون رائعة حقا، فلا حاجة إلى الاعتذار الآن، بل قولي لي كيف أستطيع أن أبرهن لك اليوم على أنني أصدق كثيرا مما تظنين، وعلى أنني أصرح في أعمالي مما يتبادر في ذهنك. احمرت ناتاشا، وبدا لي أن في جواب الأمير شيئا من الاستخفاف، نوعا من الدعاية الوقحة. سألته ناتاشا وهي تنظر إليه نظرة حادة: أتريد أن تبرهن لي الليلة على أنك مستقيم صادق؟ نعم، إذن عدني بتحقيق ما سأطلبه منك، أعدك بذلك. لا تقلق أليوتشا، لا اليوم ولا غدا، لا بكلمة عني ولا بإشارة إلي، لا تظهر له شيئا من اللوم على أنه نسياني، أريد أن أستقبله استقبالا لا يشعره بأن شيئا قد وقع بيننا، حتى لا يلاحظ شيئا إنني في حاجة إلى هذا. هل تعيدني؟ بكل سرور، واسمحي لي أن أضيف إلى ذلك اعترافي الصادق بأنني لم ألقى إلا نادرا آراء عاقلة واضحة في شؤون من هذا النوع كآرائك. هذا أليوتشا قد وصل، يخيل إلي. وسمعنا حقا أصواتا في حجرة المدخل، فارتعشت ناتاشا وبدا كأنها تتهيأ لأمر من الأمور. كان الأمير يظهر بمظهر الجد وينتظر ما سيقع. كانت عيناه لا تفارقان ناتاشا، وفتح الباب ودخل أليوتشا كهبوب الريح. دخل أليوتشا مشرق الوجه مرحا فرحا، كان واضحا أنه رائق المزاج
وأنه قضى هذه الأيام الأربعة في متعة جميلة، وكان كمن كتب على وجهه أن تم تنبأ يريد أن يطلعنا عليه. صرخ بصوت قوي: ها أنا ذا وصلت، أنا الذي كان ينبغي أن أكون أول الواصلين، ولكنكم ستعرفون كل شيء، كل شيء. لم يتسع الوقت منذ لحظة يا أبي لأن نتبادل كلمتين، وكان هناك أشياء كثيرة أريد أن أقولها لك. قال ذلك ثم قطع نفسه متجها إلي: هو الذي يسمح لي في لحظات رائعة بأن أخاطبه بصيغة المفرد، وأؤكد لك أنه في لحظات أخرى يمنعني من ذلك، وهذه خطته. يأخذ يخاطبني بصيغة الجمع، ولكنني أريد بعد اليوم ألا يكون ثمة إلا لحظات رائعة. سأعمل ما يجب عمله لأوفر له ذلك. لقد تبدلت كثيرا خلال هذه الأيام الأربعة، تبدلت تبدلا تاما، وسأقص عليكم كل شيء. ها هي دي من جديد ناتاشا، ثروتي، سلاما يا ملاكي. قال ذلك وهو يجلس إلى جانبنا وتابع كلامه يقول: لشد ما اشتقت إليك خلال هذه الأيام، ولكن ما حيلتي، لم أستطع أن أفعل خيرا مما فعلت. عزيزتي ناتاشا، كأنك قد نحلت، فأنت شاحبة مبتقعة اللون. وأخذ وهو في غمرة الحماسة يغرق يديها بالقبلات ويلتهمها بنظراته التهاما كأنه لا يشبع من النظر إليها. وألقيت نظرة على ناتاشا فأدركت من وجهها أنها تفكر تفكيرا واحدا، هو أنه بريء كل البراءة. أي ذنب يمكن أن يقترفه هذا البريء؟ ومتى يمكن أن يقترف ذنبا؟ ونظرت مرة أخرى إلى ناتاشا فرأيت حمرة قانية تزدحم في خديها الشاحبين، وكأن كل الدم الذي تجمع في قلبها صعد دفعة واحدة إلى رأسها، وأخذت عيناها تلتمعان، ورأيتها تنظر إلى الأمير في كبرياء. سألت أليوتشا بصوت حبيس متقطع: فأين كنت إذن خلال هذه الأيام؟ كان تنفسها بطيئا متقطعا: لشد ما تحبه يا رب. قد يخيل إلى المرء أنني أذبت، ولكن هذا ظاهر لا باطنه. صحيح أنني مذنب، أعرف ذلك. لقد قالت لي كاتيا أمس واليوم إن المرأة لا يمكن أن تغتفر مثل هذا الإهمال، إنها تعرف كل ما حدث هنا يوم الثلاثاء. قصصته عليها غداة ذات اليوم. لقد تحدثت معها وذكرت لها أن هذه المرأة اسمها ناتاشا، وأن ليس في العالم كله إلا امرأة واحدة تشبهها، هي كاتيا. لقد وصلت إلى هنا وأنا أعرف أنني غير منهزم في المشاجرة. هل يمكن لملاك مثلك ألا يعفو ويصفح؟ إذ لم يجئ فلا بد أن شيئا من الأشياء قد حال دون مجيئه، وليس معنى غيابه أنه أصبح لا يحبني. هذا ما لابد أن تقوله ناتاشا لنفسها. وكيف يمكن أن أنسى حبك؟ هل هذا ممكن؟ لقد كان قلبي يحترق شوقا إليك، ولكنني مع ذلك مذنب. وحين تطلعين على كل شيء ستكونين أول من يبرئني ويغفر لي. سأقص عليكم كل شيء حالا، إنني في حاجة إلى أن أفضي بما في قلبي إليكم جميعا، ولهذا جئت. لقد أردت اليوم حين أتيح لي نصف دقيقة من حرية أن أطير إليك لأقبلك، ولكنني لم أستطع. فقد بعثت إلي كاتيا ترجوني أن أذهب إليها لأمر هام. كان ذلك قبل أن أراك يا أبي، وحين رأيتك كنت ذاهبا إليها بدعوة ثانية. هناك سعات يحملون الرسائل بيننا طوال اليوم. إيفان بيتروفيتش، لم أقرأ كلمتك إلا أمس مساء، وأنت على حق تماما، ولكن ما حيلتي؟ كان هناك استحالة مادية، لذلك قلت غدا مساء أبرئ نفسي أمامهم جميعا. ذلك أنه كان يستحيل ألا أجئ إليك هذا المساء يا ناتاشا. أية كلمة عانيت. لقد جاء إلي فلم يجدني طبعا، فترك لي رسالة يقرعني فيها تقرعا شديدا على أنني لا آتي إليك، وهو على حق تماما. كان ذلك أمس. فنظرت إلي ناتاشا وقال الأمير: ولكن إذا اتسع وقتك للبقاء من الصباح إلى المساء عند كاترينا فيدوروفنا. فقطعه أليوتشا يقول: أعرف ما ستقوله. إذا استطعت أن تذهب إلى كاتيا فقد كان أولى بك أن تجيء إلى هنا. إنني أوافق كل الموافقة على ما تقول، بل أضيف إليه أن مجيئي إلى هنا أولى كثيرا، كثيرا جدا. ولكن أولا، في الحياة أحداث لا يتوقعها المرء، أحداث غريبة تشوش الأمور وتقلب كل شيء رأسا على عقب.
وقد طرأت علي أحداث من هذا النوع، وأقول لكم إنني تغيرت كل التغيير خلال هذه الأيام التي انقضت. تغيرت حتى الأظافر، ذلك أن أحداثا خطيرة قد وقعت. فهتفت ناتاشا وهي تبتسم لحماسة أليوتشا قائلة: فما الذي وقع إذن؟ لا تشوقنا كثيرا أرجوك. الحق أن أليوتشا كان يثير الضحك، كان يسرع في كلامه، كانت الكلمات تنطلق من فمه سريعة متعجلة بلا ترتيب، كأنها صراخ لا معنى له. كان يحترق شوقا إلى الكلام، إلى أن يقول شيئا ما. وكان وهو يتحدث يمسك بيد ناتاشا ويرفعها إلى شفتيه في كل لحظة، كأنه لا يتعب من تقبيلها. واستأنف أليوتشا يقول: إليكم ما حدث، آهن يا أصدقائي، يا لروعة ما رأيت وما عملت وما لقيت من ناس. أولا يا ناتاشا، يجب أن أقول إنها الكمال نفسه، كنت حتى ذلك الحين لا أعرفها أبدا. في يوم الثلاثاء حين حدثتك عنها كان في حديثي كثير من الحماسة كما تتذكرين، ومع ذلك كنت يومئذ لا أكاد أعرفها، لقد اختبأت عني حتى هذه الأيام الأخيرة. أما الآن فنحن متعارفان، أتم التعارف حتى إننا نتخاطب بصيغة المفرد، ولكن يجب أن أبدأ من البداية. ليتك سمعت ما قالته عنك حين حكيت لها يوم الأربعاء ما جرى بيننا. وبالمناسبة إنني أتذكر الآن كيف كنت غبيا أحمقا حين وصلت إليك في صباح يوم الأربعاء. لقد استقبلتني أنت في كثير من الحرارة باعتبار الوضع الجديد الذي سرنا إليه. أردت أن تتحدثي معي عن هذه الأمور كلها وحزنت، ولكنك ظللت تمازحينني. أما أنا فقد مثلت دور الرجل الرصين، وما كان أشد غباوتي أقسم لك أنني أردت أن أصطنع دور الرجل الذي سيتزوج عما قريب، دور الجد والرزانة. وأمام من اصطنع هذا الدور؟ أمامك أنت. آه، لابد أنك سخرت مني كثيرا، وإني لأستحق ذلك. كان الأمير ملتزما الصمت، وكان ينظر إلى أليوتشا ويبتسم ابتسامة الظفر والسخرية، كأنما يصره أن يظهر ابنه بمظهر فتى سخيف طائش يبعث على السخرية والضحك. لقد راقبته طوال ذلك المساء وأنعمت النظر إليه، فاقتنعت بأنه لا يحب ابنه رغم ما يدعيه من أنه يحبه حبا حارا عنيفا. وتابع أليوتشا كلامه يقول: حين تركتك ذهبت إلى كاتيا، ذكرت منذ هنيها أننا في ذلك الصباح إنما عرف كل منا صاحبه معرفة تامة، وقد حددت ذلك على نحو غريب. لا أتذكر الآن كيف حدث، ولكن ما هي إلا بضع كلمات حارة، وما هو إلا التعبير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف. فإذا نحن نتحد إلى الأبد، يجب أن تعرفيها يا ناتاشا، يجب أن تعرفيها. ما أكثر ما تحدثت عنك، ما أكثر ما شرحت وضعك، لقد أفهمتني أي كنز أنت لي، وشيئا فشيئا أوضحت لي جميع أفكارها على طريقتها في فهم الحياة. إن نفسها تفيض جدا وحماسة، حدثتني عن واجبنا، عن رسالتنا، عما يجب أن نقدمه للإنسانية من خدمات، وما هي إلا 5 ساعات أو 6 ساعات من الحديث. إذا نحن نجد أنفسنا على اتفاق تام في جميع الآراء، فتعاهدنا على أن نظل صديقين إلى الأبد، وأن نتعاون في عمل واحد طوال الحياة. فسأله الأمير مندهشا: وما هو هذا العمل؟ لقد تغيرت كثيرا يا أبتا، ولا بد أن يدهشك مني كل شيء بعد الآن، بل إنني لأتنبأ باعتراضاتك. قال أليوتشا ذلك بلهجة رصينة، ثم أردف: إنكم جميعا أناس عمليون، لكم قواعدكم الصارمة القاسية المجربة، وتنظرون نظرة الشك والعداوة والسخرية إلى ما هو فتي جديد. ولكنني لست الآن ذلك الشاب الذي كنت تعرفه منذ بضعة أيام. أنا الآن شخص آخر، أنا الآن أنظر إلى جميع الأشياء وإلى جميع الناس في هذا العالم نظرة جريئة. إذا عرفت أن قناعتي صادقة تابعتها إلى آخر نتائجها، وإذا لم أضل أثناء الطريق كنت رجلا شريفا. ولكن حسبي أن كلامي عن نفسي، لك أن تقول ما تشاء بعد ذلك، غير أنني واثق من نفسي. قال الأمير بلهجة ساخرة: عظيم عظيم. كانت ناتاشا تنظر إلينا قلقة، كانت خائفة على أليوتشا،
كانت تعرف أنه كثيرا ما يسترسل في الحديث استرسالا يعود عليه بالضرر. كانت تخشى أن يظهر أمامنا وخاصة أمام أبيه بمظهر شخص مضحك يثير الاستهزاء به، فقالت: ماذا تقول يا أليوتشا؟ هذه فلسفة، هل أدخلوك تحت لواء عقيدة جديدة؟ الأولى بك الآن أن تروي لنا ما حدث لك. فهتف أليوتشا قائلا: هذا ما أفعله. اسمعي يا ناتاشا، إن لكاتيا قريبين، هما ليون وبوريس، أحدهما طالب والثاني شاب فحسب، وكاتيا على صلة بهما وهما شابان من طراز فذ. إنهما لا يكادان يذهبان إلى الكونتيستا، وذلك عن عقيدة ومبدأ. وحين تحدثنا أنا وكاتيا عن رسالة الإنسان وعن واجباته، عن هذه الأمور كلها، كلمتني عنهما وحملتني رسالة إليهما، فمضيت فورا إلى لقائهما. فإذا نحن نتفاهم تفاهما كاملا منذ ذلك المساء نفسه. كان هناك 12 شخصا من أنواع شتى، طلاب، ضباط، فنانون، وكان هناك كاتب أيضا، وهم يعرفونك جميعا يا إيفان بيتروفيتش، أعني أنهم قرأوا كتبك وهم ينتظرون منك أشياء كثيرة في المستقبل. قالوا لي ذلك هم أنفسهم، وذكرت لهم أنني أعرفك ووعدتهم بأن أقدمك إليهم ليتم التعارف بينك وبينهم، وقد استقبلوني جميعا كما يستقبلون أخ، استقبلوني بكثير من الحرارة. ذكرت لهم أنني على وشك الزواج، فعاملونني كما يعامل رجل متزوج. إنهم يسكنون في الدور الخامس تحت السقف، ويعقدون اجتماعات كثيرة، ويؤثرون أن يعقدوا هذه الاجتماعات يوم الأربعاء في منزل ليون وبوريس. إنهم شباب يفيضون نضارة ويحبون الإنسانية حبا حارا، وقد دار حديثنا حول الحاضر والمستقبل والعلوم والأدب، وكان حديثا جميلا يمتاز بكثير من الصراحة والبساطة. وهناك أيضا طالب من طلاب المدارس الثانوية يشترك في الاجتماعات. ما أعمق هذه الصلة التي تجمعهم، ما أنبل قلوبهم، لم أرى في حياتي أناسا كهؤلاء. من هم أولئك الذين كنت أتردد إليهم حتى الآن؟ ماذا رأيت؟ ما هو الغداء الذي اغتديت به؟ أنت وحدك عفوا يا ناتاشا، كنت تديرين معي أحاديث من هذا النوع. آهين يا ناتاشا، يجب حتما أن تري هؤلاء الشباب. إن كاتيا تعرفهم، وهم يتحدثون عنها باحترام يكاد يبلغ حد التقديس. وقد قال كاتيا لقريبها ليون وبوريس إنها حين ستملك حق التصرف في ثروتها ستبادر فورا إلى وقف مليون منها على المصلحة العامة. فسأله الأمير قائلا: لا شك أن ليون وبوريس وجماعتهما كليهما هم الذين سيتصرفون في هذا المليون. لا عيب يا أبتي، عيب أن نقول هذا الكلام، إنني أدرك ما تفكر فيه. لقد تحدثنا فعلا في أمر هذا المليون، وتناقشنا طويلا في وجوه إنفاقه، وقررنا أخيرا أن ننفقه قبل كل شيء على التعليم. قال الأمير كمن يتحدث وحيدا وهو ما يزال يبتسم ابتسامته الساخرة: صحيح، لم أكن أعرف كاترين فيدوروفنا إلى الآن، كنت أتوقع منها أشياء كثيرة. أما هذا، فقطعه أليوتشا قائلا: ما الذي يبدو لك غريبا كل هذه الغرابة؟ أأنها تبتعد قليلا عن مبادئك؟ إن أحدا لم يضحي حتى الآن بمليون وأنها تفعل ذلك، هذا ما يدهشك، أليس كذلك؟ إنها لا تحب أن تعيش على حساب الآخرين، أليست المعيشة من هذه الملايين معيشة على حساب الآخرين؟ لقد عرفت الآن هذه الحقيقة، إنها تريد أن تنفع وطنها وأن تنفع الناس وأن تعطي قرشها للمصلحة العامة. لقد حدثونا عن عطاء القرش في دفاتر الخط، فهل إذا كان القرش مليونا انقلب العطاء شرا؟ وعلى أي أساس تستند تلك الحجة التي كنت أعتقد بها اعتقادا جازما؟ لماذا تنظر إلي هكذا يا أبي، فكأن أمامك مهرجا أو إنسانا أبلى؟ ولماذا لا أكون أبلها؟ ليتك يا ناتاشا سمعت كاتيا تقول في هذا الموضوع: ليس الذكاء هو الشيء الهام، بل ما يوجه الذكاء، أي الطبع، القلب، النبل، التقدم. على أن ما هو أروع من كل ذلك هو ما عبر عنه بيزي ميجين، إنه صديق ليون وبوريس، ولا أكتمكم أنه دماغ جبار، إنه عبقري من العباقرة. لقد قال: يكفي أن يشعر الأبله أنه أبله حتى لا يكون أبله. ما أصدق هذا الكلام، إنه في كل لحظة يقول عبارات من هذا النوع.
إنه يبذر الحقائق بذرا. فقال الأمير عبقريا حقا، أنت ما تزال تسخر، الحق أنني لم أسمعك يوما تقول كلاما كهذا الكلام، لا أنت ولا أي شخص من بيئتنا، أنتم في مجتمعكم تفعلون عكس ذلك، تخفون دائما كل شيء وتبخسون دائما كل شيء، وتريدون أن يتطور كل شيء اتفاقا وعرضا، كأن ذلك ليس أقرب إلى الاستحالة ألف مرة مما نقوله نحن ونفكر فيه، ثم تنعتوننا بأننا خياليون. ليتك سمعت ما قالوه لي بالأمس، قالت ناتاشا، ولكن ماذا تقولين وفي ماذا تفكرين؟ حدثنا عن هذا يا أليوتشا، فإنني لم أفهم منك تماما بعد. نحن نتكلم عامة عن كل ما يقود إلى التقدم ويؤدي إلى المحبة، نتناقش في هذا كله بصدد بعض المشكلات وهي مشكلات الساعة، نتحدث عن الدعاية، عن الإصلاحات، عن حب الإنسانية، عن الرجال العاملين في عصرنا هذا، نحللهم ونقرأ ما يكتبونه، ولكننا قد تعاهدنا خاصة على أن نصدق بعضنا بعضا، وعلى أن نتصارح في كل ما يتصل بنا دون تردد أو وجل، فالصدق والصراحة هما ما يمكن أن يوصلنا إلى هدفنا. ويحرص بيزيميجين على هذا حرصا خاصا، وقد تحدث إلى كاتيا عنه، فرأيت أنها تضمر له مودة كبيرة، لذلك تعاهدنا جميعا بإشراف بيزيميجين على أن نعمل باستقامة وشرف طوال حياتنا كلها، وعلى ألا يصرفنا عن هدفنا شيء مهما يقال عنا ومهما يروا فينا من رأي، وعلى ألا نستحي مما نطمح إلى تحقيقه ومما يتأجج في قلوبنا من حماسة ومما نقع فيه من أخطاء، وإنما نتابع طريقنا قدما. إذا أردت أن تحترم فاحترم نفسك أولا، هذا هو الشيء الأساسي. إنك لا تستطيع أن تحمل الناس على احترامك إلا إذا احترمت نفسك، ذلك ما قاله بيزيميجين وكاتيا، توافقه على هذا الرأي كل الموافقة. وعلى كل حال، فقد رسخت عقيدتنا الآن، وقد عزمنا أن يعنى كل منا بتثقيف نفسه، وعلى أن ينتفع كل منا بثقافة الآخر. صرخ الأمير في قلق، ما هذا الهذر السخيف؟ ومن هو بيزيميجين هذا؟ لا لا، يستحيل أن ندع الأمور تجري على هذا النحو. فأجاب أليوتشا، أي أمور يستحيل أن تدعوها تجري على هذا النحو؟ اسمع يا أبي، هل تعرف لماذا تحدثت عن هذا كله أمامك؟ لأنني أريد وآمل أن أدخلك أنت أيضا في حلقتنا، لقد تعهدت لهم بك. أتضحك؟ لا بأس، كنت أقدر أنك ستضحك، ولكن استمع إلي حتى النهاية. أنت رجل طيب القلب نبيل النفس، وستفهم أنك لا تعرف هؤلاء الناس، لم ترهم يوما ولا سمعت حديثهم، لنسلم بأنك سمعت عن كل ذلك وأنك درست هذا كله، ذلك أنك على جانب عظيم من الثقافة، ولكنك لم ترهم هم أنفسهم، لم تجتمع بهم، فكيف تستطيع أن ترى فيهم رأيا عادلا؟ أنت تتخيل تخيلا أنك تعرفهم، ولكن لا، تعال إليهم واسمع كلامهم، وأنا كفيل بأنك عندئذ ستنضم إلينا، ستكون واحدا منا، وسأستعمل خاصة جميع الوسائل لأنتزعك من ذلك المجتمع الذي تحرص عليه كل الحرص وترتبط به كل الارتباط، وأحررك من اعتقاداتك. أصغى الأمير إلى هذا الكلام الأخير حتى النهاية دون أن ينبس بحرف، وكانت تعلو شفتيه ابتسامة مسمومة، كان الشر يقرأ في وجهه، وكانت ناتاشا تنظر إليه باشمئزاز لا تحاول أن تخفيه، وكان ينظر هو إليها ولكنه يتظاهر بأنه لا يلمح هذا الاشمئزاز. حتى إذا أنهى أليوتشا كلامه انفجر الأمير ضاحكا يقهقه، بل انقلب إلى وراء وأسند ظهره إلى ظهر المقعد، كأنه أصبح من فرط الضحك لا يقوى على الجلوس، ولكن كان واضحا أنه يكره نفسه على الضحك إكراها، وكان جليا أنه لا يضحك إلا ليهين ابنه وليذله. وقد جرح أليوتشا من ذلك حقا، فكان وجهه يعبر عن حزن شديد، ولكنه لم يفعل شيئا، بل انتظر أباه إلى أن انتهى من قهقهته، فاستأنف عندئذ يقول في شجن، لماذا تسخر مني يا أبتي؟ لقد جئت إليك صريحا، لا ألف ولا أدور، فإذا كنت ترى أن كلامي سخيف فبرهن لي على ذلك بدلا من أن تضحك مني.
ومما أنت تسخر، مما أراه الآن شيئا نبيلا مقدسا. قد أكون على ضلال، قد يكون كل ما قلته خطأ، قد أكون غبيا كما وصفتني بذلك غير ما مرة، ولكنني إذا ضللت سواء السبيل فإنما أضل عن صدق وإخلاص. إنني ما فقدت نبلي، وإنني أتحمس لأفكار سامية، فإذا كانت هذه الأفكار خاطئة فالأساس الذي تقوم عليه أساس مقدس. قلت لك إنك لم تسمعني في يوم من الأيام كلاما يوجهني ويقودني، لا أنت ولا ذوك، فأبطل حجاجي إذا شئت وأتيني بخير منها أتبعك، ولكن لا تسخر مني لأن هذا يؤلمني أشد الإيلام. قال أليوتشا ذلك بكثير من النبل والكرامة والوقار، وكان لناتاشا أن تنظر إليه نظرة حب، وكان الأمير يصغي إلى ابنه مندهشا، ثم لم يلبث أن غير لهجته فقال: لم أشأ يا صديقي أن أجرحك، وإنما أنا أشفق عليك، إنك على أبواب خطوة خطيرة في حياة إنسان، فما ينبغي أن تظل طفلا طائشا. هذا ما فكرت فيه، ولئن ضحكت فقد ضحكت على غير إرادة مني، ولم يكن في نيتي أن أهينك أبدا. فأجاب أليوتشا بلهجة مرة: فلماذا تصورت أنا ذلك إذن؟ لماذا أشعر منذ مدة طويلة بأنك تراقبني كمن يراقب عدوا وتسخر مني ولا تنظر إلي نظرة أب إلى ابنه؟ لماذا أتخيل أنني لو كنت مكانك لما ضحكت من ابني هذا الضحك المهين؟ اسمع يا أبي، يجب أن نتصارح حالا مرة واحدة حتى لا يبقى هناك شيء من سوء التفاهم، وسأقول الحقيقة كلها. حين دخلت عليكم لاحظت أن تم غمغمة هنا أيضا، لم أكن أتوقع أن أجدكم على هذه الحالة معا، فإذا صدق ظني ألا يكون من الخير أن يعبر كل منا عن عواطفه. ما أكثر الشرور التي يمكن أن نتفاداها بالصراحة؟ قال الأمير: تكلم يا أليوتشا، تكلم، إن ما تقترحه علينا يتصف بكثير من الحكمة والذكاء. ثم التفت إلى ناتاشا وتابع يقول: ربما كان ينبغي لنا أن نبدأ من هنا. قال أليوتشا: فلا تلومني إذا كنت صريحا كل الصراحة، أنت ترغب في هذه الصراحة وأنت تحضني عليها. اسمع، لقد وافقت على زواجي بناتاشا، لقد منحتنا هذه السعادة، ولا شك أنك قسوت على نفسك من أجل ذلك، كنت شهما وقد قدرنا لك جميعا هذا العمل النبيل، ولكن لماذا تحاول إذن أن تشعرني في كل لحظة بأنني ما زلت طفلا سخيفا مضحكا وبأنني لا أقدر أن أكون زوجا؟ لماذا تحاول ذلك وتشعر منه بنوع من الفرح؟ لماذا تريد أن تجعلني أضحكة وبأن تدلني وأن تبهدلني حتى في نظر ناتاشا؟ إنك تحس بكثير من السرور حين تظهرني بمظهر الإنسان السخيف المضحك، لاحظت ذلك قبل اليوم، ولكنك تحاول أن تبرهن لنا على أن زواجنا خطأ ومستحيل، وعلى أن أحدنا لا يناسب الآخر، لكأنك حقا لا تؤمن بما تهيئه لنا، لكأنك تعد الأمر كله مهزلة تمثيلية مضحكة مسرحية مسلية. لا أستنتج ذلك من الكلام الذي قلته الآن فحسب، ففي يوم الثلاثاء حين عدت معك سمعت منك تعابير خاصة فاجأتني وجرحتني، وفي يوم الأربعاء حين سافرت أشرت أيضا إلى وضعنا الراهن وإلى ناتاشا بكلام لا أقول إنه يشتمل على إهانة، بل أقول إنني كنت أنتظر أن أسمع منه غيره، كان كلامه سخيفا مسرفا في الخفة، كان لا يحتوي على شيء من العاطفة ولا يعبر عن شيء من الاحترام. يصعب علي أن أشرح لك ذلك، ولكن اللهجة كانت واضحة، إن المرأة يحس هذه الأمور بقلبه. قل لي إنني على خطأ، طمئني وطمئنها هي أيضا لأنك جرحتها، لقد أدركت ذلك منذ أن دخلت عليكم. كان أليوتشا يتحدث بحرارة وحزم، وكانت ناتاشا تصغي إلى كلامه في إجلال، كانت منفعلة أشد الانفعال، وكان وجهها يتحرق احتراقا، ودمدمت بينها وبين نفسها مرتين أو ثلاث مرات أثناء حديث أليوتشا قائلة: نعم نعم صحيح. وكان الأمير مضطربا فأجاب: يا صديقي، لا أستطيع طبعا أن أتذكر كل ما قلته، ولكن من الغريب أن تحمل كلامي على هذا المعنى.
إنني مستعد لأن أفعل كل ما في وسعي لتصحيح الخطأ. لئن ضحكت منذ لحظة لقد كان سبب هذا الضحك واضحا. إنما أردت بهذا الضحك أن أخفي ما في قلبي من مرارة. أصبحت أشعر الآن حين أتخيل أنك على وشك الزواج أن هذا الزواج مستحيل، سخيف بل أحمق. اغفر لي هذا الكلام، لقد لمتني على ضحكي. فاعلم إذن أن هذا كله كان بسببك، وإنني لا أعترف بأنني مسؤول أيضا. فلعلني لم أحسن مراقبتك في الآونة الأخيرة. إنني لم أدرك ما أنت قادر عليه إلا في هذا المساء. إنني لا أرتعش الآن خوفا حين أفكر في مستقبلك مع ناتاليا نيكولايفنا. لقد تعجلت. إني أدرك في هذه اللحظة أنكما لا يناسب أحدكما الآخر. إن الحب ينقضي ويبقى الاختلاف. لست أتحدث عن مصيرك أنت، ولكنني أسألك أن تتصور إذا كانت نواياك شريفة أنك لا تضيع نفسك فحسب، بل تضيع معك ناتاليا نيكولايفنا، ولا يكون يومئذ سبيل إلى إصلاح ما فسد. لقد تحدثت إلينا الآن خلال ساعة برمتها عن حب الإنسانية ونبل العقائد وعن أولئك الناس الرائعين الذين انعقدت بينك وبينهم أسباب التعارف. فاسأل إيفان بيتروفيتش عما قلته له منذ قليل حتى بلغنا الدور الرابع على هذا السلم القذر. فتوقفنا عند الباب نحمد الله على أننا لم تدق أعناقنا ولا انقطعت أرجلنا. هل تعرف ما الذي خطر ببالي عندئذ على غير إرادة مني؟ لقد تساءلت مندهشا، كيف تطيق أنت الذي تحب ناتاليا نيكولايفنا كل هذا الحب أن تسكنها ببيت كهذا البيت؟ كيف لم تشعر ما دمت لا تملك الوسائل اللازمة للقيام بواجباتك بأنك لا تستحق أن تتزوج وبأنك لا تستحق أن تتحمل أي تبعة؟ الحب يا بني لا يكفي، يجب أن تبرهن على الحب بأعمال. وحين تقول لها بينك وبين نفسك عيشي معي ولو كان عليك أن تتعذبي، لا يكون إنسانيا ولا تكون على شيء من النبل. لست أفهم كيف تتحدث عن حب البشر وكيف تتحمس لقضايا إنسانية ثم تقترف جرائم في حق الحب. لا تقاطعني ولا تقاطعينني أنت كذلك يا ناتاليا نيكولايفنا. دعيني أكمل كلامي. إن هذا الأمر لا يؤلمني كثيرا، ويجب أن أفرغ كل ما في صدري. قلت لنا يا أليوتشا أنك في هذه الأيام الأخيرة قد أدركت كل ما هو نبيل وجميل وشريف، وأنت تنعى على بيئتنا أنها لا تعرف مثل هذه الحماسة ولا تعرف إلا صقيع العقل البارد. فانظر قليلا كيف تحب ما هو عظيم، ما هو عظيم وجميل، وتهمل خلال 4 أيام بعد الذي جرى هنا يوم الثلاثاء، تلك التي ينبغي أن تكون أعز عليك من كل شيء في هذا العالم. لقد اعترفت أنت نفسك بأنك تشاجرت مع كاترين فيدوروفنا حين ذكرت لها أن ناتاليا نيكولايفنا تحبك كل هذا الحب، وأنها كريمة كل هذا الكرم، وأنها ستغفر لك خطأك. ولكن بأي حق تعتمد على عفوها وتتخذه موضوع رهان؟ هل فكرت مرة واحدة في أنواع العذاب وألوان المرارة وضروب الشك التي تعرضت لها ناتاليا نيكولايفنا في هذه الأيام؟ هل ظننت أن من حقك أن تهمل أول واجب من واجباتك لأنك تحمست لأفكار جديدة؟ عفوك يا ناتاليا نيكولايفنا، لقد أخلفت وعدي، ولكن هذا الأمر أخطر شأنا عندي من الوعد، ولا شك أنك تفهمين ذلك. هل تعرف يا أليوتشا أنني وجدت ناتاليا نيكولايفنا فريسة لألوان من العذاب؟ ففهمت كيف أنك أحلت هذه الأيام الأربعة التي يجب أن تكون من أسعد أيام حياتها إلى جحيم لا يطاق. هذه هي الحقيقة، وهذا أنت. أعمال من هذا النوع من جهة، ومن جهة أخرى كلام فكلام فكلام، ولست على حق، وتجرؤ بعد ذلك على اتهامي، وأنت المذنب. وتوقف الأمير عن الكلام. لقد استرسل في فصاحته وبلاغته ولم يستطع أن يخفي عنا انتصاره. وحين سمع أليوتشا أباه يتحدث عن الآلام التي عانتها ناتاشا، ألقى عليها نظرة تفيض بالحزن الموجع، ولكن ناتاشا نصرته على أبيه قائلة: لا تحزن يا أليوتشا، ذنب غيرك أكبر، اجلس واستمع إلى ما سأقوله لأبيك. لقد فات الأوان الآن. فقال الأمير: قولي ما تريدين يا ناتاليا نيكولايفنا.
قولي ما تريدين حالا أرجوك، ها قد مضت ساعتان وأنت تتحدثين بالألغاز، إن هذا لا يحتمل وأعترف لك بأنني لم أكن أتوقع أن أستقبل هذا الاستقبال، ربما وذلك لأنك تظن أن سحر كلامك يمكن أن يخفى عنا. ماذا يجب أن أقول؟ أنك تعرف كل شيء وتفهم كل شيء، وأن أليوتشا على حق، وأن أعز رغبة في نفسك هي أن تفصل أحدنا عن الآخر. كنت تعرف ما سوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلاثاء، كنت تعرف ذلك حق المعرفة. لقد حسبت كل شيء على أصابعك إن صح التعبير. سبق أن قلت لك إنك لا تنظر نظرة الجد لا إلي ولا إلى طلب الزواج الذي دبرته في ليل. أنت تتسلى، أنت تعبث بنا، ولك هدف لا يعرفه أحد غيرك. لا أشك أبدا في أنك تلعب، ولقد كان أليوتشا على حق حين أخذ عليك أنك تعتبر الأمر كله مسرحية هزلية. وكان ينبغي إذن أن تصر لسلوك أليوتشا، لا أن تلومه وتقرعه، فإنه دون أن يدري لم يزد على أن نفذ مشيئتك، ربما مع زيادة قليلة. صعقت من الدهشة، كنت أتوقع كارثة في ذلك المساء، ولكن هذه الصراحة القاسية التي عمدت إليها ناتاشا وهذا الازدراء الذي خاطبت به الأمير دون أن تحاول إخفاءه، كل ذلك قد شدهني إلى أبعد الحدود. قلت في نفسي لابد أنها تعلم إذن شيئا من الأشياء حتى قررت القطيع بلا إبطاء، بل لعلها كانت تنتظر الأمير بصبر فارغ كي تقول كل شيء دفعة واحدة أمام وجهه. وامتقع لون الأمير قليلا، وكان وجه أليوتشا يعبر عن ذعر ساذج وعذاب قلق. هتف الأمير قائلا: رجعي ما قلته وزيني كلامك قليلا، أنا لا أفهم. فقالت ناتاشا: ها أنت لا تريد أن تفهم بكلمتين، حتى هو فهمك مثلما فهمتك، مع أننا لم نتفق على شيء ولا رأى أحدنا الآخر، هو نفسه أدرك أنك تلعب لعبة دنيئة مهينة، مع أنه يحبك ويؤمن بك إيمانه بالله. لم ترى أن من المفيد أن تكون حذرا فمكرت بنا، قدرت أنه لن يدرك ألاعيبك، ولكن له قلب مرهف رقيق يتأثر ويفهم. فانطبعت كلماتك، انطبعت لهجتك على قلبه على حد تعبيره. فعاد الأمير يقول وهو يلتفت إلي مشدوها كأنما ليستشهدني: لا أفهم، لا أفهم شيئا البتة. كان الأمير حانقا أشد الحنق، وتابع كلامه متجها إلى ناتاشا: أنت سيئة الظن، قلقة، كل ما في الأمر أنك تغارين من كاترينا فيدوروفنا، وإنك قادرة على أن تتهم الدنيا بأسرها، وأن تتهميني في طليعة من تتهمين. فاسمحي لي أن أقول إن موقفك هذا يحملني على أن أرى في طبعك رأيا غريبا، إنني لم أتعود على فصول من هذا النوع، وما كان لي أن أبقى هنا دقيقة واحدة لولا أن مصلحة ابني تقضي ذلك، وها أنا ذا أنتظر. فهل لك أن تتفضلي بشرح ما تريدين قوله؟ أتصر إذن على أن لا تفهم بكلمتين رغم أنك تعرف الأمر كله معرفة تامة؟ أتصر على أن أخاطبك دون لف أو دوران؟ لا أريد غير هذا. حسنا، اسمع إذن، سأقول لك كل شيء. هتفت ناتاشا بذلك وقد اشتعلت عيناها غيظاً.